طلعت لي ورقة غريبة جدا شوية، يعني لفتت انتباهي. بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس، أكو شيء أو رحيل مفاجئ، فقدان مريت بيه، أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان لمكان، أو من علاقة لعلاقة، أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة. طبعا هاي قبل ما أحكي الطاقة العامة، بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت إنه أقوله قبل ما أبلش بالقراءة بالطاقة العامة اللي موجودة. هي ورقة، البعض منكم يا برج الجوزاء أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس، أكو اهتزاز بالثقة عندكم. البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه، مقانع عن شكله بصورة عامة، حتى شلون نقول يعني أثر عليكم نفسيا. البعض منكم ممكن ما حاب حالة يعني شلون شكله أو مظهره بصورة عامة، كله هو ما مقتنع بيه، ده يحاول إنه يغير من نفسه. التغيير طبعا إيجابي، ولكن سبب التغيير هو شخص. هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حكاها، وهاي الكلمة هي اللي خلتكم إنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقب، مع إنه برج الجوزاء مو من سهولة إنه شخص يأثر عليه بكلام، بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار. بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه، ما أقول شبه معدومة وإنما مهزوزة، فهو ده يحاول إنه يجمل نفسه في سبيل إنه ثقته ترجع له، مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته الأحسن، لا، وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حكى هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إليه. هذا الشيء غلط، أنا ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ، لأنه صراحة الورقة هواي شدتني. ف يعني برج الجوزاء أنت مو يعني شخص قال لك كلمة أثر عليك كذا، أكو شخص قال لك مثلا أنت ما حلو، أو أنه أكو أوه شنو هذا العيب اللي بيك. مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك. أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص، ما تثبت لهذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية، أنت أساسا يعني متجدد دائما وجميل. فإذا أكو أحد قال لك هيك كلمة، أو ممكن تكون الطاقة بعد هي يعني هسه ما متحققة، ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمة، فإذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي أو ما تصرف هذا التصرف، إنه مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء أنت رحت وراه بعدين، إنه هنا عندك طاقة مراقبة، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه، ممكن شفت إنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. أنت العيب مو بيك، أنت ما بيك عيب، ومو شرط إذا كان هذا الشخص يعني أجمل إنه هو أحسن منك. أكو أشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج إنه يرجع ثقته بنفسه مثل الأول وأكثر بعد. هذا الشيء كلش ضروري، لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي. هذا الشيء مأثر عليك، أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة، راح أحكي لكم إياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقة العامة لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية، أول ورقتين إلك وأنا أخلط الأوراق، وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين. الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية، أنا أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص، تحس أنه هذا الشخص عنده أسرار. هذا الشخص ممكن تحس أنه هو عنده طرف ثالث، البعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وأنت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته. ان هاي الطاقة الحالية، فممكن انت تكون كاشف هذا الشيء او انت متأكد منه، ولكن لحد الان انت ما لازم شيء بايدك. فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك،
لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحله راح يكون، وأنت راح تكتشف هذا الشيء لأن هنا السفن اوف سورد مقلوبة، فهذا الحرامي انكشف، الورقة انقلبت بعد، فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك، ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه، لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد، او ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ودا يراقبك من بعيد، بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدي وياك بداية جديدة، او حتى يطلب منك بداية جديدة. اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية، بس للأسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لان انت راح تكون بيه مجروح او دا تعاني من انفصال مؤلم، فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بيه او دا تمر بيه حاليا، فلهالسبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قعدت تتسلسل، القصة انقرت بس من الطاقة العامة. انت دا تحاول تدافع عن نفسك، تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة، انه انت خايف، انت مثل ما قلت لك انت اوريدي طالع من انفصال مؤلم، اكو انفصال مؤلم، وحاليا انت بطاقة شفاء، دا تحاول انه تستجمع نفسك ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية، لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، هواية حاولت انه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مو قد الثقة، لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم كان، فلهالسبب انت خايف انه تفتح قلبك، انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج الجوزاء، عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل، فلهالسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك، عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة، اكو شخص راح يتركك، حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها، لا تتردد حاليا انه يعني تاخذ خطوة جديدة، انا اشوف فترة، خذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الألم اللي انت بيه، كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان واعدك بيه، كنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائله، طبعا لانه قراءه عامه فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءه، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل. بالفتره الحاليه اشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل، او نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع، هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية وده يأثر على بيتك على مصاريفك، فدا أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة، والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هواي قاعد تفكر، هواي تريد إنه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات، فإذا كنت أنت عندك نقلة دا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك، وإذا كنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل، أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر إنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة، عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الاساسي على
البيت، موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع، هذا او حتى نقله من مكان لمكان. اكو نقله ولكن قلت لك اكو شويه تاخيرات. الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقله او يعني كعقار منزل، خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك، واوريدي اكو موجوده نقله، فاكو نقله لك خلال 6 اسابيع. هسه خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي شوف برج الجوزاء، البعض من عندكم قاعد يعاني من آلام بالأقدام ومأثرة عليه هواية، وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل، أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب. فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل، المطلوب من عندك أنه تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفتره باي مواضيع، يعني بمواضيع تخص الحمل والولاده. فممكن انه اما انت كنت حامل، وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك اشاره انه خلي بالك من نفسك هاي الفتره، وحملك شويه راح يكون متعب بالنسبه لك اذا كان حملك جديد. فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك، يعني ان شاء الله ما يعني خير، لا تخافون، بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. اما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احد من العائلة، كأن يكون اخ او اخت، على الاغلب يكون اخ، صاير بينك وبينه كلام، او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخ، يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق، او انه هو حاج عليك شي ظلم. المهم قاعد اشوف انه لك حق يم شخص من العائلة، وانت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك، ولكن هذا الشخص اشوفه شويه كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوه خلال هاي الفتره يا برج الجوزاء، وخاصه على الاشياء ممكن تخص نقول اوضاع ماديه كورث، يعني اشياء تخص الماده بالذات. فاشوف اكو احباط عندك من ناحيه هذا الشخص اللي موجود بالعائله، بس الامور تبلش تتصلح بعد رساله وتدخل من شخص، اكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رساله وراح تنحل، يعني هي مشكله ممكن راح تصير طفيفه بس تنحل بعدها، لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي. حكينا هوايه احنا ببدايه الفيديو على الطاقه العامه، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين. المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، انت مواثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية، اكو تردد، ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواية اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي، ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 أسابيع. هذا الشخص من راح من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا هو عرف أحد عليك، وأنت أوريدي عرفت إنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية. أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت أشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يروحون منحى الاستقرار، منحى الزواج، انه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشله يطلع من عندها مجروح، لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقه، هو دا يريد علاقه تتكلل توصل للزواج، علاقه جديه،
علاقة غير متعبة، عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق. علاقة كانت كلها تعب، كلها مسؤوليات، وكان بيها طرف ثالث موجود، وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف. بس على الاغلب انت عارف، هنا انا عندي اوراقه، انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث. هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام. هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات. يعني شخص سلبي، انسان سيء، رغم انه اشوف هذا الشيء مو متناسب ويا عمره. ممكن تكون طاقته شوية كبيرة، هنا أنا طالعة يمي، طالعة يمي طاقة الكوين وطاقة تينوفون. فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام. هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة، ويركز على العيوب. ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك، أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك. عنده هيك طاقة. أكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك، حتى انت تقول اوه هذا الشخص قاعد يحكي وياي وهو هيك وهيك شايفني، او انه يقنعك انه انت بيك خطأ، يقنعك انه انت مثلا ما تستحق انه واحد يعطيك قيمة عالية، وبعدين هو يجي يعطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها. طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي. واساسا هنا انا دا اشوف انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت، فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان، كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة، والطرف الثالث هنا هو امرأة طالعة يمي موجودة. فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح الزواج، فانت هذا الشيء متعبك. بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بيناتكم القدر توقف عند عنها. فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية، لانه انا اشوف انه راح يحاول يتواصل وياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد، بس الرجوع ما راح يتم. يعني راح ترجعون، حتى لو حكيتوا فترة راح ترجعون تفترقون، لأنه القدر توقف ان هو يدعم هاي العلاقة. العلاقة هاي توقفت خلاص، انتهت. بس انتوا اللي قاعد تحاولون انه تمشوها هنا، ود تقنعون نفسكم انه ماكو شيء انتهى. هو ده يشوف انه ماكو شيء انتهى، هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل اساسا موجود، وبعدها راح يحاول يجي يحكي وياك ويصالحك، يأثر عليك بكلمة كلمتين، يعني يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا، وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو ويا شخص غيره، انه هو الشخص المناسب، وهو بس هو اللي رايدك، وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول، مع انه انت قيمتك اكبر. بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك. وشو وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم، يعني يرجع يحاول يظلل عليك ويرجعك إليه. ف هذا الشخص النرجسي اللي موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك، هذا لا تنطي فرصة. أنا أقول إنه اتركه، وأنت متردد إنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة، وأني أساسا قاعد أشوف إنه أنت من الغلط إنه تبدأ بعلاقة جديدة هسه. فتروى وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك إنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك، رجعتها مرة ثانية. وحب نفسك أولا، يعني حب نفسك حتى الناس تحبك، هو أهم حب هو حب النفس. فما أقولك تصير أناني ومغرور، بس يعني حب النفس شرط، لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك، لأن احنا كلنا طاقة. فأنت هسه الطاقة اللي دا تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقة بنفسك، شخص مهزوز، فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسة، هي الطاقة راح تسحبه. ما راح يجي هذا الشخص إليك، راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك، راح يصير بيك نفس الشيء اللي صار وياك ويا هذا الشخص. راح يحاول يرجع مرة ثانية، هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وبعدها راح هم يتركك، وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها. فأول شيء حب نفسك، راجع نفسك، رجع ثقتك بنفسك، حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة، بعدها ادخل بعلاقة و كمل حياتك طبيعي، ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع، لأنه أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل وياك عن قريب. ففي حال تواصل وياك هذا الشخص، اللي أشوفه أنه تقطع فورا، لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها، شيء لازم ينتهي، يعني صفحة لازم تنطوي خلاص. هسه قبل ما ننهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي. برج الحوت طلع مرتين، برج الحمل، عندنا هنا برج الثور، برج الأسد، برج السرطان،
برج السرطان مرة ثانية، الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية، ترابية قليلة جدا يعني، بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، إن شاء الله القراءة الجاية أشوفكم بوضع أحسن وبحال أحسن، وتبدأون بدايات جديدة. وتذكروا دائما الحكي اللي قلت لكم إياه بالبداية، حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك، لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك، ما راح تلقى الخيار المناسب، ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره، راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط. فحب نفسك أولا، وبعدين فكر بالناس انه هي تحبك ما تحبك، يعجبها شكلك ما يعجبها، اهم شيء قناعتك انت بنفسك. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، سووا لايك اذا عجبتكم.